معناها ديما طمعين في الربح الحقيقة، ديما نجيو باش نربحو، ديما نطالب في الملاعبية باش يخموا في الفيكتوار انديبوندامون من لي ديسبوزيتيف والفكر اللي نهبطوا بيه في وسط الميدان. تو ديبون من حالة الميدان، من الادفرسير، طريقة لعب الادفرسير، كله نقراوه. ليسونسييل بلوز او موان نجحنا في سيتياسيون كبار برشا، سيرتو معناها في الديسبوزيتيف ديفونسيف والاورغانيزاسيون ديفونسيف كنا واقفين مليح، عرفنا لي لادفرسير باش يلعب الجو ديريكت، حذرنا رواحنا. اللي يفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني انه كنا حاضرين في الدوزيام بال اكثر في الشوط الثاني، حاضرين في الديال اكثر، اللي خلينا ناخذ الكره باريحيه ومشينا فير لوفونسيف، خلقنا دو سيتياسيون اللي لوجنا عليهم، ما نجحناش في الفينيش خاطر نرجع نقول التيران يتعب برشا، التيران ما تنجمش يلعب فيه كره. حبينا نلعب وطلبنا من الملاعبيه باش يلعبوا ويحطوا الكره في القاعه، مي مالوريزمون في حاله كيما هكايا تاع التيران ما تنجمش تلعب كره، دونك انا بريفيري نلعبوا على الدوزيام بال والجو ديريكت. لقينا رواحنا خير في الدوزيام ميتون، كرة على البار من غومة ما سهلش فيها ربي، إن شاء الله نزيدوا نخدموا على رواحنا والجاي خير إن شاء الله.